السلام عليكم. اليوم جبنا لكم تحدي جديد وممتع، تحدي الهيدبول اونلاين. هيدبول اونلاين لعبه موجوده على الايفون والاندرويد، مره ممتعه. احلى شيء في هذه اللعبه ممكن تلعبوها مع اي شخص، ان شاء الله هذا الشخص ساكن في دوله ثانيه. الشركه اعطتنا كود خاص لكم، اول 1000 شخص ينزل اللعبه ويدخل هذا الكود ام مشيه راح يجيله 5000 ذهب. انا وانس حنلعب مع بعض الحين، الخسران هيجي له عقاب. جاهز انس؟ ما تخاف من عقاب؟ طيب زي ما شايفين هذا الشيخ هو انا، وهذا حسابي 6pack434. لما اضغط على ستور في شخصيات ثانيه كثيره، انا اخترت الشيخ بالذات لانه مزبط الشماغ وانا ما اعرف اضبط. فخلينا نطلع هنا ونرجع ونعزم انس. يلا نشوف انس حلا معه. هجوم، اول هدف. بسم الله. طيب حصغر. اوه اختفى انس، ماني شايف والله فراح. طيب عكس ازرار التحكم حقي، عكسها كذا لازم، وجمدني لازم اشوت حتى اطلع. طيب انا اوريك، انا حتى لخبطه. سويت شخصين وانا ماني شايف، المشكله مختفي. بشوته هو مو الكوره. طيب خليني اشوف ايش في كمان. بشوتك انت. 4-3 لانس. سجل هدف. 5-3. ايوه. الكرة النارية. سجلتها بمؤخرتي. صغر ال مرة صعب لما يكون كبير. لا حتى هو عكس التحكم حقي فقاعد يتلخبط. حاول يروح قدام يرجع ورا. ايش ها؟ فين الكورة؟ ماني شايفه. جمد فوق، كيف اوصل الكورة؟ براسي سجلت الهدف. صغر الجول حقه. طيب انا صغرت الجول حقه، ايش رايك؟ ايوه. كم؟ 8-7. باقي 7 ثواني، خليني اسجل. باقي 7 ثواني. سجل علي، فاز. 9-1، خلص الوقت. اذا ضغطوا هنا ممكن تسوي زي كذا، حجمده. اذا هو لازم. ايوه هدف. صغر الجول حقي. والله مره حلوه اللعبه صراحه، ممتعه. مره كبير. شو كيف شكلك؟ اني اغمي علي، ما اقدر اشوف. ما اقدر اتحرك خلاص. سجل. نعم، هذه دخلت. ما عندك علي لما يكون كبير كذا. سجل هذا علي. حلو هذا الهدف. والله صدها. هذه الحركة التجميد هذه المفروض اجمدها لما تقرا من جول حقي بالغلط. لا لما يكون جول كبير مره صعب. الو اختفيت، ما اقدر اشوفني. سجل. الو ناريه. لا هذه كرة نارية. هذا انا افوز هذه الجولة اكيد. خلاص باقي 7 ثواني وانا 7، وانا 8 قصدي. 8-4. كرة النارية. هو اختفى ماني شايفه. جو. طيب
نفس الحركة. حلوة حركة تلخبط كذا، عكست ازرار التحكم حقه. شوف بيحاول يجي لي بس بيرجع ورا. اهل شيء عندي لما يكبر كذا كذا شوت كذا على طول، ما اقدر اتحرك. حجمد الكورة لما يقرا من جول حقي، شوف زي كذا. حتى الحق ما يدخل الجول. مع انه مختفي ماني شايفه بس سجلت. لا طيب بس حجمد كورة زي كذا. سجل. يكون صعب اني اسجل لما صغر الجول حقي كذا. جمدني. لا تنسى انس عقاب، ها اللي يخسر حيتعاقب. الكرة النارية. مين حيفوز، الشيخ ولا رونالدو؟ بيو بيو. بشوت رونالدو كذا، تخيل يجي شيخ في الحقيقة يشوت رونالدو يضارب معاه، توقع حيصير يوم من الأيام. مهم من الكورة، خلاص الوقت حينتهي وأنا أفوز. أنس ما في وقت ترى، حفوز عليك. ما بسجل، حستنى حتى الوقت يخلص. طيب أنس معليش أنت خسرت. على فكرة حسابي في اللعبة 6 باك 4 3 4، ما أدري ليش اخترت هذا الحساب، عادة نختار أم وشيخ. المهم اللي يبغى يلعب معايا يضيفني على هذا الحساب، وحساب أنس مشيخ تقدروا تلعبوا معاه كمان، رابط اللعبة أسفل الفيديو، لا تنسوا كود الخاص. الحين أنس جاء دور عقابك، جاهز؟ يلا عقاب أنس حرمي بالونتين فيها موية، جاهز؟ بسم الله. طيب أنا حطيتها قدام وجهك عشان ما بسم الله. حضروا معي جدار، حضروا معي جدار. اسا باقي هذه. شوف. طيب ان شاء الله عجبكم هذا التحدي، اذا عجبكم اعطونا لايك، اذا ما عجبكم ديسلايك، اذا ما انتم متاكدين اتركوا تعليق تحت الفيديو، ولا تنسوا تنزلوا اللعبه وتلعبوا معنا، احنا بانتظاركم. شوف ايش صار في الجدار. يلا مع السلامه. مع السلامه.